شكرا استاذ امينه. اتفضل اتفضلوا لازم امينه كمان وحمام خالد. طبعا عشان هتشرفونا. والحقيقه احنا عارفين المشاغل كتيره، بس اي انسان ما بيبقاش فيها ممنونه بتبقى مشكله، وما بنحسش ان احنا عملنا انسيه فعلا الا وانت موجوده فيها. والحقيقه انه محافظه القاهره اكرمتنا واكرمت الاستاذه سميره وزيت مديره المواهب في محافظه القاهره واولادها اللي هم في رابطه ممنونه، فعلا يعتبروا فخر لينا كلنا. وان شاء الله في كل السنين اللي جايه هتلاقوا اغلب الناس اللي على الساحه الادبيه من المتفوقين والجمال والشعر والنثر والاشياء دي من اولاد ممنونه. والحقيقه فاضل يا سيدي حمام عشان الوقت. والحقيقه احنا بنحيي الاستاذ حمام خلف، لان الاستاذ حمام خلف مجتهده وانا تابعتها من اكثر من سنتين، وقد ايه فرحت انها خدت عضويه اتحاد الكتاب. كلنا نحييها ونقولها مبروك عضويه اتحاد كتاب مصر، واحنا سعداء بيكي وباستاذه سميره. هنسمع الاستاذه سميره في تجربتها والاستاذ حمام. هو انا اولا بحيي استاذي الاستاذ صالح، وفعلا يعني مفيش اي حاجه اقدر اوصف فيها احترامي وتقديري. القصيده اللي هقولها انا اتشرفت بان الاستاذ صالح كرمني وقالها في ندوه من ندوات قصيده عشق القلم. عشق القلم وعشق رسمه للحروف، عشق القلم لما بيتحدى الظروف، لما يقول الحق من غير اي خوف ببقى انا. عشق القلم لما يكون صوت الضمير ويكسر الصمت الطويل، لما يعدي المستحيل وما يكون صبره جميل ببقى انا. عشق القلم لما يشاركني المحن، لما يكون لحن الشتاء، لما بيديني الحنان والامان من غير ثمن ببقى انا. عشق القلم لما بيمسح دمعتي وما بيرسم ضحكتي وما يكون عايش معايا كل خطوه في سكتي ببقى انا. عشق القلم عشق لانه كان وفي اصعب الم به يختفي، عشقته لما كان عفي يمسح دموعي كلها لما شموعي بتنطفي. عشق القلم لان عمره ما انقصر، عشقاه لانه عاش بطل عدى بسنه عن خطر ولا خافش من كل البشر. عشقته لما كان بشوش قادر يفرح المشوش، يصنع لوجه الخوف رتوش، انا اللي عمري ما انساهوش، انا اللي عمري ما انساهوش. مفيش جوايا سر واحد للقلم ما قلتلوش، ده لاني انا ورقه وقلم. انا يعني في 14/7 كملت ال 60، كتبت قصيده نصها حزن ونصها امل. الحزن اللي في الاول هو دايما الحياه كلها معاناه، 60 عاما يا الهي المرجعات والبحار ومتعبها. فوجئت من الاستاذه سميره نطقت النص وبعتت لي نص وملحن مغنى، وكان اجمل هديه بعد الستين. بتقول عيش عمرك بعد الستين، فرح قلبك ويا حبايبك، عيش اليوم بيومين تانيين، عيش الثانيه في بكره ساعات، مهما كان من عمرك فات 60 سنه من عمرك فاتوا لسه 2 غيرهم جايين. واللي يقول عمرك واللي يقول لك عمرك عدى قول انا هبدا من 60، مهما تعدي عليا سنين هبدا اعيش من الاول تاني.
حتى إن كان بعد 60 قول راح أعيش وراح أفضل أدي طول ما هو في أنفاس طالعين ابدأ عيش عمرك دلوقتي حتى إن كان بعد 60 اجري والعب افرح واضحك هتلاقي العمر هيزيد أو مهما يزيد ده أجمل بعد 60 أروع في أروع من كده كلنا نحييها لأنها فعلا حاسة إن أنا كتبت النص ده وأنا متضايق لدرجة إن أنا بقول ديت صعب جدا كل الولاد عملوا لي مشكلة فيه بقول لا تحكي عن ابن ولا أخ ولا زوج ولا خل وفي كان يلبى مطلبة لم تبقى إلا عيون طبعا مديش عيون ولا حاجة ولكن هي رمز للشيء الرائع لم تبقى إلا عيوني لي في رحيلي مهربة ففوجئت أن العيون الجميلة وهي الألم ترسل لي هذه القصيدة شكرا بيكي وإحنا سعداء بيكي وحنسمع عشان نتكرمها كلكم مع بعض